مستر دوان جان من تي ار تي. أنا من تي آر تي. السؤال لسيد حكم فيدان. تركيا أرسلت مساعدات إنسانية لغزة، كيف ستصل هذه المساعدات في أي وقت من مصر إلى غزة؟ وهل هناك أيضا خطط فيما يتعلق بتقلية المواطنين من هناك؟ شكرا. منذ الأزمة الأولى نحن نعمل بشكل منسق مع السلطات المصرية من أجل إيصال المساعدات الإغاثة إلى أخوتنا في غزة، وأيضا كل المؤسسات التركية، هلال الأحمر ومؤسسات المنظمات المدنية وإدارة الكوارث التركية أفات، كلها في تنسيق تام. مثلما تعلمون نحن نعمل دائما دور كبير في مثل هذه الأزمات، ولدينا تجربة في هذا الصدد، وليس أي تردد فيما يتعلق بتقديم المساعدات. ومثلما ذكرت فنحن طبعا وبتوجيهات من رئيس الجمهورية أرسلنا الطائرة الأولى ومن ثم الطائرة الثانية والثالثة، وستستمر ذلك. وهنا أريد بالمناسبة أن أقدم الشكر الجزيل للسلطات المصرية، وخاصة بسبب تنسيقاتهم في العريش. وطبعا الآن في الحقيقة اتصلنا ببلدان أخرى، بدلا من أن تكون المساعدات كلها على حدة، ممكن أن يكون لدينا تنسيق تام من أجل المساعدات الجماعية. وطبعا هناك الأمم المتحدة في نفس الوقت، وبتنسيق طبعا من السلطات المصرية سنحاول أيضا العمل معا. وتقدرون أيضا في البلدان التي ترسل المساعدات، وطبعا نقل هذه المساعدات إلى مصر هذا موضوع، والمهم هنا طبعا إيصالها إلى أصحاب الحاجة في غزة. وهذا طبعا الأمر يعود إلى السلطات المصرية عن طريق اتصالاتهم مع الإسرائيليين، لأنه كيف سيتم فتح معبر الحدود؟ وطبعا يجب أن تكون لك مشاورات جدية بين الطرفين المصري والإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الموضوع. مثلما تعلمون معبر رفح تم إغلاقه من قبل إسرائيل وقصف بالفعل هذا المعبر، ومثلما تعلمون في الحصار الأول والثاني في غزة مصر لعبت دورا مهما هنا في تلك الفترة من أجل إيصال مساعدات الإغاثة والإنسانية، وإن شاء الله مساعداتنا سيتم إيصالها بهذا الشكل إلى غزة. فيما يتعلق بإخلاء المواطنين في الوقت الحاضر، أريد أن أقول لكم وأيضا مع السلطات المصرية والإسرائيلية لدينا تعاون وثيق بين الطرفين، حوالي 300 من المواطنين الأتراك متواجدين هناك. حتى الآن تم إجلاء 30 منهم، ولكن النشاطات مستمرة على قدم وساق في هذا الصدد، ومع الطرف الإسرائيلي مع الطرف المصري، وتم تقديم قائمة بأسمائهم للطرفين. نشاطاتنا مستمرة في هذا الموضوع. سوزي جنيدي، تفضلي من أهرام العربي. سؤالي حوالين أن مصر من الدول اللي عندها ريادة كبيرة جدا في دعم الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا تركيا من الدول المهمة إقليميا اللي بتدعم الشعب الفلسطيني. هل في خلال مباحثات اليوم تم وضع خطوات محددة ليس فقط لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا لوضع حد لهذا العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ شكرا. كما وضحت، فجزء كبير من مباحثاتنا تركزت حول الأوضاع الحالية في غزة وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة من المدنيين من استهداف ومن ضحايا، بلغ تجاوز عددهم الآن 2000 قتيل، من ضمنهم ما يزيد عن 500 طفل. وهذه الأمور أمور أوضحنا أنها تعد مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وضرورة العمل على إيقافها.
وضرورة احتواء هذه الأزمة، وكما تحدث معالي الوزير عدم اتساع رقعتها الجغرافية. لكن بالتأكيد أنه لابد من تناول الأزمة من جميع أبعادها، سواء كانت متصلة بما يحدث الآن في قطاع غزة أو فيما يتعلق بالجمود الذي لحق بعملية السلام وتوفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتحدثنا عن أفكار وتبادلنا الرؤى في ما نستطيع أن نقوم به، سواء في إطار اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين أو في إطار تعاوننا على المستوى الإقليمي لوجود أرضية ورؤية ودفع للتعامل مع هذا التطور الخطير، وفي البداية توفير الحماية للشعب الفلسطيني من مدنيين، وأيضا دخول المساعدات وتوفير الاحتياجات الضرورية. كنت أتحدث منذ قليل مع مدير الأنروا وشرح لي مدى صعوبة الوضع. ليس هناك مياه شرب، ليس هناك كهرباء، ليس هناك أغذية، ليس هناك أماكن للإيواء، ويكثف من اتصالاته مع الأطراف، مع المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الوضع غير الإنساني. للقضية أبعاد وتعقيدات، ولكن ده لا يجعلنا لا نتناولها في كل أبعادها. وبالتأكيد أنه إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، إقامة الدولة الفلسطينية، الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقوقه كإنسان، حقوق الإنسان الحفاظ عليها، كلها أمور هامة، وهي تحتاج إلى تضافر المجتمع الدولي، الأجهزة الأممية وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وفقا للتوافق الدولي الواسع حول حل الدولتين كالوسيلة لإنهاء هذا الصراع وفتح آفاق التعاون على المستوى الإقليمي. بالتأكيد أنه لكل من مصر وتركيا، بحكم اهتمامهم بهذه القضية، بحكم اتصالهم بكافة الأطراف، بحكم حجمهما في الإقليم، التعاون فيما بينهم والتنسيق من شأنه أن يعزز من فرص النجاح. وسوف نستمر في التنسيق لوضع آليات وخطط عملية يكون لها تأثيرها على هذا المسار. في بس سؤال أخير عشان الوقت. أستاذ سمير عمر اتفضل من السكاي نيوز، السؤال موجه لمين؟ السؤال لمعالي الوزيرين، يعني استكمالا لرد معالي الوزير سامح شكري بشأن التعاون المصري التركي في مواجهة الأزمة الحالية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني هذا الأمر تزامن مع تقارب مصر التركي وتعظيم للتنسيق المشترك بين البلدين. هل ربما وإزاء مواجهة مخاوف اتساع نطاق هذا الصراع ودخول أطراف عديدة فيه، هل يمكن أن نشهد تعاونا مصريا تركيا لحفظ الأمن في الإقليم والإقليم الذي يحاط به أحزمة نار من كل اتجاه؟ هل يمكن أن تتعاون القاهرة وأنقرة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة في مقبل الأيام، بناء طبعا على ما أشرتم إليه في التعاون بشأن قطاع غزة؟ شكرا جزيلا. أنا ذكرت في بداية كلمتي تركيا ومصر بلدان هامان في شرق البحر المتوسط، وهما بلدان استراتيجيان، وأن التعاون بينهما وفيما يتعلق ب يؤدي إلى عقد اجتماعات مثمرة. وكونوا مطمئنين في هذا الصدد في موضوع غزة وموضوع فلسطين، أنا مع نظيري أخي العزيز ونواصل أعمالنا ونشاطاتنا في هذا الصدد. نحن نقف في نفس المكان حول القضية الفلسطينية، ومثلما ذكر سيد سامح شكري، الحل هو إقامة دولة فلسطين و
ليس مع السلام ليس مع البلدان العربية، وإنما السلام بين إسرائيل وفلسطين يجب أن يكون بالذات. بدون سلام مع الفلسطينيين لا يوجد سلام، أو لا يكون السلام في المنطقة. من اليوم في اعتبار مع مصر ومع الشركاء الآخرين، في الوقت الحاضر أو بعد سكوت الأسلحة والتهدئة، فسنبدأ بتبادل الآراء. نعم، هل الطرفان لديهما آراء إيجابية في هذا الصدد؟ وفي الأيام المقبلة فإننا سنقوم بشكل عملي من أجل تطبيق وتنفيذ هذه الآراء المشتركة، ولكن من الآن لا أريد أن أقدم لكم التفاصيل في هذا الصدد، وشكرا. مصر وتركيا من شأنه أن يعزز الجهود المشتركة، فهناك رؤية موحدة فيما بيننا، هناك قدرة على التواصل مع الأطراف سواء الإقليمية أو الأطراف الدولية الفاعلة، ونبلور سويا خطة التحرك والعمل المشترك وكيفية تأثيره على المشهد بشكل إيجابي. نحن نتحدث كثيرا ويتحدث شركائنا فيما يتعلق بجوهر المشكلة، وهو الاحتلال، وهو عدم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكن واتخاذ مواقف والإعراب عن مواقف علنية فيما يتعلق بمكونات لهذه القضية تتسق مع رؤيتنا. ولكن السؤال الذي لا بد أن يطرح بعد هذا الوقت الطويل من هذا الصراع وتأثيره البالغ على شعوب المنطقة، كيف أن تستمر هذه الأزمات المتتالية، وكيف أن المجتمع الدولي بكل ما لديه في إطار ما يعلن عنه من اعتماد مبدأ الدولتين، من عدم قبول عدد من الممارسات، ما هي النتائج للسياسات المعلن عنها، ما هي النتائج لاحترام قوانين الشرعية الدولية؟ ولا يمكن أن نرتكن إلى أنه هذا التوافق الدولي، هذه المواقف التي يتم التعبير عنها، ليس هناك قدرة على وضع الآليات وتحقيق الإنجاز اتساقا مع التوافق القائم. فالأمر يحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في إطار قضية كان لها بالغ التأثير السلبي على شعوب المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الدولي. شكرا جزيلا. شكرا.